استاذنك ناخد الدكتور ابراهيم صلاح رئيس قطاع الزراعه الاهليه. الدكتور صلاح ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك يا باشا. دكتور صلاح، انت عندك مشاكل كتيره جدا في قطاع الزراعه الاهليه، ومنها عدم وصول مستحقات الموظفين في كل شهر. يعني ازاي موظف هيقعد 3 شهور و4 شهور ما يقبضش، ونطلب منه ان هو ما يتظاهرش، ونطلب منه ان هو يصبر، واحنا قاعدين بنتفرج عليه؟ ما انت عارف ان عندك مشكله هتحصل النهارده او بكره، ليه ما اتحركتوش قبل كده؟ اشمعنى لما تحصل المظاهره بتروح تطلعوا الشيك؟ مش لازم أن يبقى فيه اجراء مسبق، وعارف ان انت عندك مشكله كبيره جدا في القطاع الزراعي، في قطاع الزراعه الاليه، والناس ما قبضتش بقى لها 3 4 شهور، نسيب الناس ليه لما تيجي تتظاهر قدام بوابات الوزاره، وبعدين نطلع نطلع الشيك والناس واقفه بتتظاهر بره؟ هو انا بنقول للناس ان انتوا مش هتاخدوا حقوقكم الا لما تيجوا تتظاهروا قدام بوابات الوزاره؟ لا طبعا، ولا ايه الرساله من كده يعني؟ ازاي ليه الشيك يطلع في توقيت المظاهره بره؟ ما انت عارف ان عندك الموظفين ما قبضتش بقى لها 4 شهور وثلاث شهور واربع شهور، ليه ما اتحركناش قبل كده؟ التحرك موجود من بدري جدا، وكان الشيكات بتطلع، بس هي عمليه ان هم اساسا هم تعيينهم على القرار اللي هم موجود فيه قرار غلط. احنا دلوقتي ما ندورش على ان احنا القرار يطلع الشيك يطلع دلوقتي وما يطلعش دلوقتي، قول مين اللي عينهم على الوضع اللي هم فيه؟ قرار في حد تعيينهم غلط يتعين؟ ازاي؟ تعيينهم متعينين على صناديق خاصه، الصناديق الخاصه ديت ان انت عندك صندوق والصندوق فيه فلوس، دلوقتي الصندوق ما فيهوش، معتمد على الايراد، وانا مستني ايراد محصول القمح اللي جاي، ومعنديش امكانيات ان انا اطلع. بياخدوا 5 مليون جنيه في الشهر، ودخل القطاع ما بيكفيش، فاجيب منين؟ فبنقعد يبقى الحل يا دكتور صلاح ان الناس تشتغل وما تاخدش مرتباتها عشان الصندوق ما فيهوش فلوس. على فكره دي مش مشكله الموظف ولا مشكله العامل، متعين على الصندوق، متعين فوق الصندوق، متعين تحت الصندوق، دي مش مشكلته. مشكلته ان هو بيشتغل وبيأدي شغله في اخر الشهر ليه مرتبه، لان ده عنده عيل واثنين وثلاثه في المدرسه، واللي بياخد دروس خصوصيه، واللي بياخد مش عارف ايه. يا باشا شغال طول الشهر وتقول له انت ما انتش من ما انت قبضك من الصندوق، صندوق ايه؟ هو ايه اللي عرفه صندوق ولا مش صندوق؟ يا باشا لا هم عارفين، وانا معقل بن وقالبا هو عارف ان هو ملوش يعرف ان قبضه ياخده اخر الشهر. ما سيبش الناس قاعده 3 شهور واربع شهور مش عارفه حاجه، يبقى انا بوضح للناس الامور، بقول لهم يا جماعه انا عندي مشكله اساسيه، اول نقطه فيها كذا، ثاني نقطه فيها كذا، وانا بحل لكم المشكله ديت، ونبقى متواصل مع الناس. ما سيبش الناس لما تنفجر. استاذي الناس كلها عارفه، وانا شارح لهم ولافف عليهم في المحطات، وانت بتكلمني دلوقتي وانا جاي من محطه جناكليز، وداخل وعديت على محطه ابو المطامير، فانا عندي شغل وبلف عليه، ورغم الدوشه اللي كانت موجوده امبارح انا موجود في جناكليز النهارده، وقابلت برضو عمال تاني واكدت عليهم، والمرتبات بتاعهم بتطلع. انت عندك كم موقع للمحطات الزراعه الاليه على مستوى الجمهوريه يا دكتور؟ 131 محطه على مستوى الجمهوريه. 100 131؟ اه. بقدره قد ايه بقى عندك؟ بقدره قد ايه من المعدات والمعدات الزراعيه قد ايه؟ انا هقول لحضرتك، 131 موقع على مستوى الجمهوريه، الناس اللي عندها المشكله دي القطاع كله حوالي 9 مليون، نص ال 9 مليون ايه؟ 9 مليون ايه؟ 9 مليون موظف. 9 مليون موظف؟ الناس اللي عندها المشكله ديت 4 مليون موظف، بياخدهم في الشهر 5 مليون جنيه، ايرادات القطاع من 35 ل 40 مليون جنيه في السنه، هم بيحتاجوا مرتبات 60 مليون جنيه في السنه. يعني انت عايز القطاع. انت عندك عجز النص، قريب من النص. قريب من النص، الله ينور عليك. فمشكورا المركز البحوث خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، من ساعه ما تعينوا لغايه النهارده، الوقت اللي بيحصل تعجيز فيه هم اللي بيعوضونا فيه، وبيدونا من الصناديق الخاصه اللي موجوده في قلب المركز، وبيعملوا لنا الدعم ده والتكمله دي، ووضوح لغايه دلوقتي هم المركز ما قصرش معانا في حاجه، ولا الوزاره قصرت في حاجه، بس هم فعلا اتزنقوا الفتره اللي فاتت، فاتاخر المرتب شويه، والحمد لله طلعناها اهو النهارده، وكمان 10 ايام هنطلع لهم شهر 2 وشهر 3 على طول، الامور مستقره الحمد لله. انت دلوقتي حاليا حضرتك بتكلمني من محطه جانكليس؟ انا في الطريق ابو المطامير دلوقتي، في حادثه كده. طيب لما رحت حضرتك المحطه لقيت فيها معدات قد ايه شغاله وقد ايه عطلانه؟ لا دلوقتي الحمد لله
في عندنا اكتر من 70-80% شغالين دلوقتي. 70-80% شغال؟ انت بقى حضرتك عندك في حاجه انت مش واخد بالك منها. اتفضل. هي شغاله بس ما فيش شغل بره الا نسبه قليله، لان دلوقتي مش موسم شغل، موسم الشغل لسه هيبدا في 1/4. دلوقتي الارض بتخلى، هتبتدي تخلى من محصول القمح، هنحصده وده اللي احنا بنجهز فيه، عشان عندي كومباينات بعمل لها صيانه وتجهيزات عشان هنخش احصد محصول القمح، ومحصول القمح ده هو هيدعمني في 3-4 اشهر قدام مرتبات لهم. انت عارف يا دكتور ابراهيم، يعني انت بتكلمني دلوقتي وانا بستعجب جدا، لما يبقى عندي انا عايزني بقى اتكلم انا وحضرتك كده يعني ببساطه شويه، لما يبقى عندي 160 محطه على مستوى الجمهوريه، كل محطه فيها كام جرار وكام معده زراعيه؟ كام كده مثلا؟ حسب تقديرا يعني في متوسط كام؟ لا ما اقدرش اقول لك كام. دي ثروه يا دكتور ابراهيم، يا دكتور ابراهيم دي ثروه. خلي حضرتك قطاع خاص وعنده 131 محطه على مستوى الجمهوريه وعنده 9 مليون موظف، ايه ده؟ ودخلهم 60 مليون جنيه في السنه؟ بياخدوا مرتب 60 مليون جنيه في السنه وما بتدخلوش الا 35 مليون؟ دخل القطاع من 35 ل 40 مليون جنيه في السنه. خلاص، لكن هم ال 4000 زميل اللي عليهم المشكله دول بيقبضوا 60 مليون جنيه في السنه. انت توليت رئاسه القطاع بقالك قد ايه يا دكتور ابراهيم؟ من 18/5. من 18/5، يعني داخل على سنه اهو. ان شاء الله. انت بقى ملاحظاتك ايه وعملت ايه تطوير في القطاع من ساعه حضرتك ما مسكت؟ ان شاء الله، ده عملنا تطورات وتعديلات كتيره وصلحنا. في ايه؟ انا مستلم القطاع تقريبا معداته مش عايز اقول لك اكتر من 60% منها عطلان. بقوا 70% دلوقتي. بقى 70%، بقول لك بقى كان 60% عطلان. فدلوقتي بقوا 70% شغالين يعني. فالحمد لله دلوقتي انا عملت طفره في الصيانه بطريقه كبيره جدا، والحمد لله طورناها وشغلناها. عملنا تعديل في محطات المزرعه بتاعت ايدكو، وان شاء الله بدات تشتغل وتدي انتاج كبير دلوقتي، وهنحصد فول في الفتره اللي جايه. عملنا تعديل في محطات التموين التجاريه، عندنا محطات تموين تجاريه، بنعمل بروتوكول دلوقتي وبنعدل البروتوكول اللي كان موجود، البروتوكول اللي كان مضيع حقنا في المحطات ديت وما كانتش بتجيب لنا دخل، بحيث ان انا نعمل عقد عرض بتاع ده حق انتفاع وعرضها للايجار، بحيث انها تدخل دخل كبير للقطاع بعد كده ما يقلش عن 2-3 مليون جنيه في السنه، بعد ما كانت بتدخل لنا 15-20 ألف جنيه. دكتور ابراهيم صلاح رئيس قطاع الزراعه الاليه، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله. وانا بشكرك يا حبيبي، مع السلامه.